توقفي روزي، ماذا تفعلين؟ قولي ليلي، ماذا أنت غاضبة مني؟ أنت تتوترين بسبب أشياء تافهة. إذا أنت تقول أنني أغضب لأسباب تافهة؟ نعم أنت. وأنت لن تلاحظ أنك بدأت تقول أشياء تافهة؟ إذا هيا قولي لي، لماذا أنت غاضبة مني لهذه الدرجة؟ الآن سأقول لك، سأقول، لا تقلق. حسنا، أنا أنتظر. حقا يا إلهي، إذا أنا لماذا أحقد عليه؟ روزي أنا أنتظر. لقد نسيت لماذا بسببك، ولكن هذا لا يعني أنني لست غاضبة. أوي، ولكن ماذا بك؟ خذ هذا، ألا تعلم بها روزي؟ روزي؟ هيا قل لي، ماذا بها روزي؟ أنت لست مؤذبة. قلت لك أسمع الكلام. لا أدري ماذا حدث لي. ماذا حدث لك يا أليكس؟ لقد مللت من سوزي وأنا لا أستطيع التحمل أكثر. أنا أفهمك يا بني. الأفضل لك أن تصمت الآن. هي غنية والجميع يحبونها، يشترون لها الكثير من الهدايا ولي القليل فقط، لا يمكنني التحمل. أنا أعرف ذلك جيداً. سافا. وهم سعيدون من أجلها، وكل هذا من دون سبب. هيا اهدأ، لا أستطيع التحمل أكثر من هذا. ولدي هيا، يكفيك بكاء الآن. كيف يمكنني تحمل ذلك كله؟ لقد أصبح 15 عاما. أنتما لا تناسبان بعضكما أبدا، لذلك عليك الافتراق عنها. نعم، اتركها حالا ولا تكرر غلطة والدك. سافا. أنا أمزح. نعم سأتركها، إن هذا يكفي. ماذا يا سافا؟ الآن سأتفهم معك. كلا من فضلك، هذا غير مهم. كلا. هيا أليكس، تمالك أعصابك، رقم سوزي طلب. مرحبا أليكس، أعتقد أنك قد قمت باختيار المطعم الذي سنذهب إليه في مساء هذا اليوم، أليس كذلك؟ اتصلت لأخبرك أنني سأفترق عنك. ماذا؟ كيف ذلك؟ لقد قمت بتحضير نفسي للموعد. ها، ألم تسمعي ما قلته لك يا سوزي؟ كل ما بيننا قد انتهى، وأنا لست أرغب برؤيتك الآن. سأجدك أينما كنت، لأنك ستكون لي رغم كل شيء. أتمنى لك التوفيق، وداعا سوزي. الحرية. أليكس، أليكس، هذا يكفي، لقد بدأت اللعبة الآن. أنت أفضل شاب في المدرسة. كم أنا سعيد لأنني وجدتك يا فتاتي المثالية. نعم، والآن يا أنستي الرقيقة، اسمحي لي بدعوتك إلى هذه الرقصة. ولكنني لا أعرف يا أليكس. أنا أعدك يا أنستي أنك لن تندمي على هذا أبدا. حسنا، إذا أنا موافقة. تقول إنها لن تندم إذن. مرحبا سوزي، إنه هنا، تعالي بأقصى سرعة ممكنة، إنه برفقة فتاة أخرى، تعالي قبل أن يغادروا، هيا بسرعة، هيا إنني أنتظرك فورا بسرعة. كم أن هذه الأمسية رائعة ورومانسية. ولا شيء أبدا يمكنه أن يعكرها. ها هما. والآن سأريكما الأمسية الرومانسية الرائعة.
عفواً، هل يمكنك أن تعيريني هذا الشاب لأرقص معه قليلاً؟ بالتأكيد طبعاً. ماذا يا أليكس؟ هل حقاً لم تتعرف علي؟ سوزي؟ ماذا؟ ألم تتوقع ذلك؟ اعذروني قليلاً، ولكن ما الذي يجري بينكما هنا؟ إيفا، سأشرح لك فيما بعد. لنهرب. هيا هيا، أسرع يا إيفا. سوزي، أنت لماذا سمحت له بالذهاب؟ لست في عجلة أبداً، سأعود الآن. نعم، يبدو أنني شربت اليوم الكثير من العصائر. والآن من كانت هذه؟ إنها صديقتي السابقة سوزي. ولكن لماذا لم تقل لي شيئا عنها؟ لا شيء يحكى عنها أبدا، إنها فقط هستيريا سابقة. حتى الآن لا أصدق، إنها تريدني أن أصادقها مجددا. لقد فهمت، هي فعلا غريبة الأطوار، هستيرية حقا. إيفا، إنها هنا، لنركض. توقف مكانك، سأجدك رغم كل شيء. كم أنا متعب من العمل وعيوني مرهقة من الشاشة. من فضلك حضري لي كوبا من الشاي يا زوجتي الحبيبة. طبعا يا عزيزي. شكرا جزيلا لك، جيد أننا تصالحنا. هذا صحيح. ها هو ذا الشاي. شكرا لك. حسنا. أمي، أبي، لن تصدقا ما الذي حصل معي اليوم. أنا أعرف هذا يا أليكس، فإن أمك فقدت عقلها نهائيا. أكمل كلامك لنرى. سوزي، صديقتي السابقة، لقد وجدتني مجددا، ويبدو أنها تحضر شيئاً ما سيئاً جداً. آهٍ منكم أيها المراهقون، كيف تفكرون هكذا؟ أنا خائفاً من تلك الفتاة، إنها غير طبيعية حقاً. أنت الذي اخترت صداقتها وهي أيضاً، لذلك لا تشتكي منها أبداً. لقد كنت أظن أنكما ستدعماني حقاً. طبعاً سندعمك، فعندما يحصل أي شيء يجب عليك إخبارنا. مفهوم. لا تنظر إلي حتى يا سافا، فأنت ستبقى من دون عشاء اليوم. لقد فهمت. هذه ستكون خطة رائعة. كيف هو وضعك؟ أليكس سوف يعرف كل ما أفكر به هذه المرة. اسمعي يا صديقتي، لماذا أنت تحتاجينه؟ لأنني أحبه، هل تفهمين؟ لكنك دائما كنت تشتكين لي منه عندما تتقابلان. إنه لا مثيل له. ماذا؟ ألست محقة؟ حسنا، اتفقنا. إذن وماذا تفكرين للمستقبل؟ كل شيء مكتوب في دفتر يومياتي، هاكي انظري. أوه، أنت غارقة فيه تماما يا صديقتي. من دون أن تقولي ذلك. بالمناسبة، هل أستطيع استعارة بعض الثياب منك؟ لأنه ليس لدي أي شيء أرتديه. طبعا، انظري في الخزانة. شكرا لك. سوزي، ماذا فعلت بهذه الفتاة أيضا؟ إنها صديقة أليكس الجديدة. ألا تعرفين أن احتجاز الناس هو جريمة؟ يمكن أن تعاقبي عليها. من أجل الحب، أنا مستعدة لكل شيء وحتى هذا.
بالمناسبة، هي الآن قادرة على الهروب من هنا وأن تروي لأليكس أيضاً كل مخططاتك ضده. هل فهمت هذا الآن؟ هل هذا حقيقي؟ طبعاً، فمن واجبك أن تفكري بعقلك أحياناً. إيفا، هل ستقولين كل شيء لأليكس إذا تركتك تذهبين من هنا؟ هيا، سوف أساعدك. ها قد حلت المشكلة لوحدها وأنت توترت من أجل ذلك. أنا لم أفعل لك شيئاً سيئاً أبداً، فلماذا تفعلين هذا معي؟ لا تثرثري الآن وإلا سأقيدك ثانية وأبقيك في هذه الخزانة حتى نهاية حياتك. كلا كلا، أنا خارجة. والآن تعالي لأخبرك بالخطة. هيا بسرعة. نحن أول الواصلين اليوم. هذا شيء جيد حقا. وما الجيد في ذلك؟ قريبا سيبدأ الدرس وسيغضب المعلم من المتأخرين. نعم، وأنا قد نسيت أن فتاتي ليست جميلة فقط بل ذكية أيضا. أنت تستطيع تعديل المزاج أليكس، لذلك أنا أحببتك كثيرا. والآن أنا أريد التكلم معك لوحدنا وبشكل أدق الاعتذار منك. من أجل ماذا؟ أين هي هذه الصفحة؟ بسبب ما حصل بالأمس، فقد خربت سوزي الأمسية علينا. هذا موضوع بسيط جدا. أرجوك سامحيني، كل ذلك بسببي. لا أدري بماذا كنت أفكر عندما دعوتها للقاء. أعتذر أعتذر أعتذر. كل شيء جيد الآن، لا تقلق، فالمهم أن تبتعد هذه الفتاة عني فقط. هذه ملاحظة جيدة جدا. والآن قولا، هل اشتقتما لي؟ سوزي، أتمنى أنكما لن تمانعان، أننا سندرس معكما أيضا. وكيف يمكن أن نمانع؟ أليكس، لدي هدية صغيرة من أجلك. هذه هي السيارة التي أردتها منذ زمن. أجل. واو. لكن لماذا لم تقل لي أنك تريدها يا أليكس؟ كنت سأهديك إياها. أعتقد أن النقود لديك لا تكفي لهذا أبدا. شكرا لك طبعا، ولكنني لا أستطيع قبولها كهدية منك. أليكس، أنا أعرف أنك كنت تريدها، خذها هيا. كلا، لا أستطيع أخذها أبدا. كما تريد. لا تعيريها أي اهتمام، فأنت لست بحاجتها أبدا. حسنا. والآن هل نفعل ما اتفقنا عليه؟ لحظة، سأرتب شعري أولا. اتفقنا. ماذا تريدين مني الآن؟ اسمعي، أنت فتاة ذكية جدا، هل يمكنك أن تشرحي لي مسألة واحدة فقط؟ حسنا، أنا موافقة. تعالي إذن لنجلس هنا، فهذا سيكون أنسب. حسنا. هذه هي المسألة التي لا أفهمها. هذا بسيط جدا، اسمعي. والآن حان دوري أنا يا أليكس. أرجوك لا تقتربي مني. أليكس، ولماذا أنت غاضب هكذا؟ وتسألين أيضا؟ هل هذا مفهوم؟ نعم مفهوم. حسنا إذا سوف أتركك، ولكن لنتصور صورة للذكرى قبل أن نفترق عن بعضنا. هيا بنا يا أليكس. وهل ستبتعدين عني بعد ذلك بالفعل؟ بالطبع. وهذا سيكون نتيجة لهذا. شكرا لك. والآن سأرسلها والنتيجة هكذا. اسمعي، هل فهمت كل ما قلته لك بالتأكيد يا سيندي؟ نعم طبعا. ولكنك تجلسين على الهاتف طوال الوقت. هل رأيت يا إيفا ماذا يفعل صديقك أليكس؟ انظري، إنه يخونك بكل ما للكلمة من معنى. أليكس،
ما هذا الذي كنت تفعله؟ يمكنني تفسير كل شيء لك يا إيفا. كلا شكرا لك، فقد رأيت كل شيء بنفسي. أوه إيفا، لقد قلت لك أنك ستكون لي وحدي. لقد مللت منك يا سوزي. إيفا انتظري. إيفا إيفا. والآن أول بند من مخططاتي لقد تحقق، وحان الوقت للبدء بالمخطط الثاني. إذن أي واحد؟ الآن سوف ترين، لكن عليك أن تساعديني بتغيير ملابسي أولا. حسنا. إيفا لا تريد حتى أن تستمع إلى ما أقول. ماذا تريدن هؤلاء الفتيات؟ أليكس أنا حزينة. ماذا بك؟ لكن لماذا ترتدين هذا الثوب؟ أحتاج إلى مساعدتك يا أليكس، أنت فقط من تستطيع مساعدتي. اهدئي قليلا يا سوزي ولا تبكي. أعدني أولا بأنك ستساعدني يا أليكس. حسنا سوف أساعدك. أنا وحيدة تماما ومتعبة جدا. إذن ولكي تنقذني من هذه الوحدة، عدني بأنك سوف تتزوجني. ماذا؟ أنت وعدتني أن تفعل. هيا فقد جهزت كل شيء، اجلس يا أليكس. وها قد أحضرت الخاتم لك أيضا. هل أصابك الجنون أم ماذا يا سوزي؟ من دونك بالطبع سأجن. هيا اجلس. دعيني. خذ الخاتم. سوزي أنت غير طبيعية ويجب أن تتعالجي. كلا ليس هكذا، يجب أن تقول سوزي هل تقبلي أن تتزوجيني؟ أليكس أعذرني قليلا. أليكس. إيفا. هيا تعالي يا إيفا وشاهدي ما يحدث. لقد جئت لأعتذر منك ولكنك غير طبيعي حقا، لا أريد أن أرى وجهك أبدا أليكس. يا إلهي سوزي، إيفا قد فهمت كل شيء بشكل خاطئ. وماذا عن الوعد؟ أنا أريد أن أتزوجك فقط. والآن هذا انتهيت منه، بقي واحد فقط. ارفع قدميك. والآن انهض. والآن اجلس لأستطيع أن أكمل التنظيف. لقد قلت لي انهض. لا تخترق الكلام، أنا لم أقل ذلك. أنت من قلت لي ذلك. أنا لم أقل ذلك. أنت من قلت لي انهض. أنت من تخترق الكلام. ما بك يا روزي؟ لم أقل انهض. اهدئي ولا تبكي. حسنا هيا لا تبكي. حسنا لا تبكي أنا أرجوك. لقد رأيتك بعيني هاتين يا أليكس. هي فعلت ذلك عمدا، هي تريد تفريقنا وهذه إحدى مخططاتها لتبعدك عني. نعم هذا هو على الأغلب. لقد قلت لك يجب أن تثقي بالآخرين. قولي لي الآن يا إيفا، هل أنت تثقين بي؟ نعم إيفا أنا أحبك وأثق بك جدا. والآن دعينا نقوم ببعض التمارين لكي تهدئي، ما رأيك بهذا؟ إذن وماذا عن الغداء اللذيذ بعد التمارين؟ نعم يا عزيزتي سأهتم بذلك. جيد أن كل الأمور قد حلت. مرحبا يا فتاة، إني أبحث عنك في كل مكان. وهل تريدين شيئا؟ نعم أريد أن أصبح صديقتك. وكيف ذلك فجأة؟ فأنت صديقة سوزي. أنت تقصدين أن تقولي أنني كنت بجانبها وأتفق معها. ولكن الآن كل شيء تغير. هل تخاصمتما إذا؟ فلقد مللت منها، فهي لا تتكلم إلا عن أليكس دائما. هي تضع لنفسها مخططات وأنا لا أريد المشاكل لنفسي أبدا. لقد فهمت. ماذا إذن؟ هل سنصبح صديقتان؟
لقد قال لي أليكس أنه يجب أن أثق بالناس. من حيث المبدأ يمكن ذلك. رائع. حسناً، إذن لما لا نخرج للتجول بعد المدرسة؟ أنا وأنت وأليكس. فكرة رائعة، أنا موافقة. ساندي، هل نسيت شيئاً هنا؟ أليكس، لقد أصبحنا صديقتين، ومساءً سنذهب للتجول، وبالمناسبة أنت معنا. إيفا، ما الذي تفعلينه؟ ألا يمكن أن يشكل هذا خطراً علينا؟ حسناً، أنا أثق بالناس كما علمتني. أليكس، اهدأ قليلاً، فكل شيء طبيعي. لما لم تصل ساندي حتى الآن؟ لقد أصبح الجو بارداً. سأتصل بها. دائماً يرن في الوقت الحرج. مرحبا. ما الذي حصل يا صديقتي؟ هل أصبحتم أصدقاء أنت وإيفا؟ أجل، لقد بدت فتاة غبية جدا يا سوزي، وتصدق الجميع هنا. هل ستذهبين للتجول الآن؟ أجل، لذا جهزي نفسك الآن، سنبقى على اتصال. حسنا إذن. من هذا؟ من سيأتي بهذا الوقت؟ أهلاً وسهلاً. مساء الخير. أنتما والدا أليكس، أليس كذلك؟ أجل، لكنه غير موجود الآن. أنا جئت من أجلكما. حسناً، تفضلي. شكراً جزيلاً. هناك أمر مهم جداً يجب أن أخبركما به إذا سمحتم لي بذلك. حسناً، إذا كان أمراً مهماً لهذه الدرجة تفضلي بالدخول. شكراً لك. إنني لست مرتاحاً لها أبداً. وأنا أيضاً يا سافا. تفضلي واشربي الشاي. ما الذي كنت تريدين قوله لنا؟ أولاً، أنا أردت أن أتعرف إليكما حقاً، لأن أليكس لم يفعل ذلك من قبل أبداً. حسناً. وبالمناسبة، إن ثوبك جميل جداً ورائع، ويليق بك كثيراً أيضاً. شكرا جزيلا لك. تعلم كيف يقومون بالمديح يا سافا. وماذا عنك؟ أنت تعمل طوال الوقت سعيا لخدمة أسرتك وتأمين متطلباتها. نعم، أنت محقة. سأشرب الشاي. نسيت أن أخبركم، أنا إيفا، حبيبة أليكس الجديدة. لقد أعجبتني هذه الفتاة. وأنا كذلك. بالمناسبة، لقد أحضرت لكما بعض الهدايا. حقا؟ لا داعي إلى هذا. لا أصدق ما هذا الذي أراه الآن. أوه، شكرا جزيلا لك، إن هذا لطف كبير منك. كم هو ثوب رائع وجميل. اسمعاني، لقد أحضر لي أليكس خاتم الخطوبة منذ مدة قصيرة، انظرا. أنت فتاة لطيفة جدا، ولكن أليس موضوع الزواج مبكرا قليلا؟ ولكننا سنتزوج عندما نكبر. إذا كان الموضوع كذلك فحسنا. وهل يمكن أن أناديكما الآن أمي وأبي؟ بالطبع لا يمكنني أن أعارض، ناديني بأمي يا ابنتي. أنا أحبكما بشكل كبير. ونحن نحبك أيضا. لقد تأخر أليكس في المدرسة هذا اليوم، هل يمكنني انتظاره هنا حتى يعود؟ بالطبع يا ابنتي، إن غرفة أليكس في هذا الممر، الباب الثاني. حسناً، أنا ذاهبة. سوف نشتاق لك. رائع، الأمور تسير كما يجب. قالت الباب الثاني. لقد اختار ابننا فتاة جيدة ومهذبة أيضاً، وتقدم لنا الهدايا. أتفق معك. من أجل هذه الأخبار السارة سأحضر لك العشاء الآن. يبدو أن هذا هو اليوم الأروع في حياتي. تفضلي يا جميلتي، هيا. لقد تجولنا كثيرا اليوم. لم أتوقع أنك كنت سعيدة. لقد أصبح لدي شك كبير في هذه الجولة. اهدأ يا أليكس، هذا لأنك لا تستطيع الوثوق بالناس كما علمتني أنت بنفسك. علق لي سترتي في الخزانة من فضلك. إيفا، إن ساندي هي صديقة سوزي المفضلة.
وكلاهما لا يفعلان أي شيء جيد. أرجوك لا تفكر بهذا، إذا بدر أي شيء منهما فسنكون جاهزين لذلك. حسناً، دعينا من هذا الآن. تعالي كي أعرفك على والدي يا إيفا، ولم أسمح لسوزي نهائياً أن تتعرف إليهما. أظن أنهما في المطبخ. أنت مضحك يا سابا. حسناً، سأذهب وأغسل يدي أولاً أليكس. كما تريدين. أو سافا، تبدو مضحكاً جداً اليوم. وأنت زوجتي الجميلة. أظن أنك أنت أفضل زوج في العالم. أوه، إنها المرة الأولى التي آتي ولا أجدكما تتخاصمان. أوه أليكس، هل تريد أن تحسدنا؟ خذ هذه يا زوجي العزيز، نحن أسرة سعيدة جداً. هل كل شيء على ما يرام حقاً؟ أفضل من هذا لا يوجد. هذا رائع، بما أن مزاجكما جيد يمكنني أن أقول لكما شيئاً مهماً. نحن نعرف ماذا تريد أن تقول، ولكن كيف؟ فأنا لم أقل لكما شيئاً عن هذا، بانتظار اللحظة المناسبة. لقد أخبرتنا إيفا. مرحباً. ومن هذه؟ إيفا، هل أتيت إلى هنا وقابلت أهلي من دون علمي؟ كلا، هذه ليست إيفا. ماذا تقصد بهذا؟ إيفا هي الفتاة التي أتت منذ قليل وتنتظرك في غرفتك يا بني. هل تهزؤون بي؟ ها هي صديقتي الجديدة إيفا. يسرني التعرف إليكما. هناك شيء لا أفهمه. وأنا؟ إذن من هذه التي في الغرفة؟ لقد قلت لك أنهما تحضران لخدعة أخرى. انتظر يا أليكس. ثلاثة، اثنان، واحد. ما الذي تفعلينه هنا؟ أنا أنتظر زوجي المستقبلي. كلا، إنه لي. كلا؟ لماذا تفعلين هذا كله يا سوزي؟ أنا وأنت قد افترقنا منذ زمن. يا سيدة روزي، يا سيد سافا، يبدو أن أليكس ابنكما ليس على ما يرام. لقد نسي أننا نتقابل. أليكس، ما بك؟ لماذا تصرخ على هذه الفتاة المسكينة؟ هي ليست فتاة مسكينة. هذه لا تعجبني، يبدو أنها عدوانية. أبي. أليكس، هيا أخبر الجميع بالحقيقة. لقد وعدتني أننا سنتزوج عندما نكبر أنا وأنت. عجل، لقد أردنا الخاتم أيضا. نعم. ماذا أسمع؟ لقد كذبت علي مجدداً. كلا يا إيفا، لماذا تصدقين الجميع ولا تصدقيني؟ أخرج هذه الفتاة من هنا حالاً وإلا أخرجتها أنا. هذه الفتاة تريد أن تأخذ أليكس مني. هو لا يريد الاعتراف لها أنه يحبني أنا. ماذا؟ هكذا تريدين؟ هو لك إذن. ولكن يا إيفا. لا تفكر بمناداتي مجدداً أيها المخادع. ماذا يا أولاد؟ الآن لن يعكر أي أحد مزاجكما. بالطبع، أمي، أبي، شكراً لكما. لا شكر على واجب. ما هذه المجنونة؟ ابنتنا. ومتى ستخرج؟ إيفا. سيندي، لا يمكنك تصديق ما الذي حدث في الداخل. اهدئي يا إيفا وتعالي إلي. هل أليكس هو السبب في هذا؟ أجل، إنه هو. أنا أعرف جيدا كيف ستنتقمين منه. كيف؟ تعالي معي وسأقول لك. إذن يا أليكس، هل حصلت على ما تستحقه؟ لا أريد إزعاجك، ولكننا تصالحنا أنا وإيفا. حقا؟ هنيئا لك بهذا إذن. حسنا، صباح الخير يا صديقي. إيفا؟ هيا افعلي ما قلته لك. لماذا تتصرفين بغرابة هكذا؟ لديك في الهاتف؟ فهل وجدت لنفسك واحدة جديدة؟ أعطني لأقرأ. أعيديه، تعرفين أنني لا أحب أن يعبث أحدا بهاتفي. لا تحب؟ حسنا.
حسناً إذاً. أوبس. ولماذا فعلت هذا؟ أحسنت يا إيفا. هيا هيا اسمع يا أليكس، متى ستأخذني إلى مطعم فاخر جداً؟ ومتى ستقوم بشراء هدية لي أيضاً؟ ممتاز. على كل حال لدي هدية لك يا إيفا. حقاً ما هي؟ تفضلي، أعرف أنك أردتها منذ زمن. أليكس، هل حقاً تريد أن تهديني بوب كيت؟ ألا يوجد شيء أرخص منه في المتاجر أم ماذا؟ إيفا توقفي عن هذا. وماذا ستفعل؟ هل سوف تذهب لتشتكيني عند أمك؟ لقد مللت منكم ثلاثتكم. هيا نتمنى لك حياة رائعة. لا أريد التحدث مع أي منكم أنتم الثلاثة. Ha 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 ha